السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم الدرس ديال الكول شوميز بأسهل طريقة وبدون باترون. هنا كيف ما كتشوفوا عندي التوب غليظة ديال الشتا، كيجي فيه ساهل الكول شوميز إلا كنتو يعني كمبتدئين غتعلموا له، فانتوما طبقوه في الأول على التوب غليظ ديال الشتا، وإلا ما كانش عندكم التوب غليظ فضروري ديروا لافيزلين. أصلا الكول ضروري كيتحتاج فيه لافيزلين باش يجيكم ساهل في الخدمه وفي الفصاله بلا باترون. اذا هنا كيف ما كتشوفوا مثلا كتكون عندي هذه البياسه وعندي فيها المرض الازرق، باش نوريكم حتى الفينيسيون ديال الكول مع المرض ديال الازرق. اذا الطريقه ديال القياسات اللي كناخذوا بها القياسات ديال الكول، هنا كناخذوا الامام والخلف كيف ما كتشوفوا كنتنيوهم بهذا الشكل هذا، باش كناخذوا غير المنتصف ديال الدوره ديال العنق الخلف وديال الامام، ما كناخذوش الدوره كامله لان الثوب كيكون متني على اثنان. هنا غادي ناخذوا المنتصف الدوره ديال الخلف كنعبروه بالسنتيم بهذا الشكل هذا، صافي. القياس اللي لقيت كنكتبو عندي هنا 9 سنتيم، وهنا في الامام ما غاديش نحسب داك 6 سنتيم ديال الازرار لانها ما كتكونش داخله في القياس ديال الكول، كنحيدو 6 سنتيم ديال الازرار كنطراسيوها، ومن بعد كنحسبو الدوره ديال العنق ديال الامام شحال عندنا. كتجينا 12 حتى 13 سنتيم، صافي. هذا هو القياسات اللي غادي نخدم به. اذا هنا غادي ناخذ الثوب اللي عندي، كي قلت لكم من الاحسن ديروا الثوب ديال لافيزلين، راه فيه وفيه من شو تاخذوا لافيزلين قول لهم يعطيوكم لافيزلين ديال لي كول، كيكون غليظ وسميك يعني كيقصح الثوب وكتخدموا بلا ما تحتاجوا لا باترون لا حتى شي حاجه، كتلصقوا على الثوب وكتخدموا مباشره. اذا هنا كنعبر الثوب ديالي، خصو يكون شويه وافي على القياس ديال اللي عبرت يعني يكون زايد، صافي. غادي نجي من الجهه المسدوده، هنا كنزل من الفوق بواحد 3 سنتيم، كنخلي يعني واحد المساحه، وكنجي لهنا كنسطر واحد الخط بهذا الشكل هذا، كنجي هنا كنحط القياس ديال العنق الخلف اللي هو 9 سنتيم لان الثوب كيشتو متني على اثنان، كنوضع 9 سنتيم، وكنجي حداها كنوضع 12 سنتيم ديال الامام وكنعلمها. دابا غادي نحط العرض ديال الكول، العرض ديال الكول كيبقى اختياري. هنا انا غادي ننزل ب 7 سنتيم، بغيت العرض ديال الكول، انتم ممكن ديروا غير 6 سنتيم كيبقى لكم الاختيار، يعني كيكون ما بين هكا 7 سنتيم 6 سنتيم 8 سنتيم. غادي نهبط بهذا الشكل هذا، صافي. وغادي نسطر هذا الخط هذا، وغادي نجي من النقطه من هذه النقطه هذه، وغادي نفرق ما بين العنق ديال القياس العنق ديال الخلف وديال الامام، ضروري نديروها الطريقه هذه، صافي. هنا كنحدد القياس ديال العنق ديال الامام والقياس ديال العنق ديال الخلف، كنجيو من الاسفل من الجهه ديال الامام كيف شفتوا، وكنهبطوا بسنتيم. هذه الجهه هذه هي اللي غادي نخيطوها مع الكول، كنهبطوا بسنتيم وكنصلوا بخط من هاد النقطة، يعني من الخط الفاصل بين الجهة الأمام والجهة الخلف بحال هكا. غادي نجيو للجهة الفوقانية، غادي نخرجو بسنتيم بهذا الشكل هذا، نخرجو مغاديش نطلعو، نخرجو بسنتيم، ومن داك النقطة اللي خرجنا بها بسنتيم هي اللي غنطلعو بها بسنتيم باش نقادو الكول ديالنا، داك النزلة اللي نزلنا في الأسفل، صافي. وغادي نصيرو بخط كذلك من المنتصف ديال الكول لهاد النقطة هذه، وغادي نسيرو بخط من هاد النقطة اللي الفوق للنقطة اللي لتحت. نتمنى يكون واضح، غير ركزوا بشوية وحاولوا تطبقوه، صافي كيعطينا هذا هو الكول ديالنا. دابا فاش غادي نقطعو، غادي نزيدو على الدورة ديال الكول كاملة سنتيم ديال الخياطة. ممكن تدخلوا في القياسات في الأول أو لا حتى تراسيو القياسات ديالكم، وانتوما كتقطعو كتزيدو سنتيم، يعني غير سنتيم ديال الخياطة فقط. صافي، بهذا الكول هذا غنفصلو قطعه من واحده اخرى، لان الكول كيكون مبطن كيف ما كتعرفوا كيكون فيه جوج ديال القطع. غادي ناخذ هذه القطعه هذه وغادي نحطها فوق الثوب بنفس الطريقه، وغادي نقطع هنا بلا ما نزيد سنتيم ديال الخياطه لانني زايده في الكول، صافي. غادي نقطع نفس القياس،
صافي هنا هذا هو الكول ديالي، تيعطيني جوج ديال القطع. هانتوما كيف ما كتشوفوا الجهه المسدوده هي اللي كتكون في الخلف، وهذه الجهه ديال الامام. دابا ندوزو للماكينه للطريقه ديال الخياطه. هنا كيف ما كتشوفوا عندي الكول ديالي، ها هو غادي ناخذوه، ناخذ القطع بجوج، غادي نديرو الوجه على الوجه، وكيف ما كتشوفوا الجهه اللي هبطنا فيها بسنتيم، الجهه اللي مقنته يعني من الفوق، الجهه اللي من الفوق كتشوفوا جهه كبيره موحد القنيته، وجهه صغيره. الجهه اللي صغيره هي اللي غادي نخيطوا على الكول. هذيك ضروري تعلموها لانها كتبقى مفتوحه. مثلا هذه هي الجهه اللي غادي تخيط على الكول، كنخليوها مفتوحه، كنجيو كنخليو سنتيم وكنبقاو غاديين كنخيطوا على الكول ديالنا. هاد الشكل هذا غاديين على حسب الشكل ديال الكول. انا حاولت ما نزربش ليكم الفيديو باش يكون الشرح واضح وغير بشويه، نتمنى انكم تفهموه. واي حاجه باش تفهموها ضروري ما تطبقوها باش تفهموها مزيان. صافي فاش غنقربو نوصلو الاسفل ضروري نخليو عاوتاني سنتيم ديال الخياطه، داك السنتيم هو اللي غنركبوه مع الكول. ها انتما كيف ما كتشوفوا من هذه الجهه ومن هذه الجهه. صافي دابا غادي نقلبوا الكول ديالنا، كنحيدوا هاد القنيتات هادو. وغادي نعاودوا الخياطه على الوجه. داك سنتيم اللي خيطنا في الاول الداخل غنعاودوا عليه على الوجه باش يثبت لينا الكول ديالنا، وكيجي الشكل ديالو زوين. ممكن انكم تخليوها بحال هكا، تحددوها وتخليوه بحال هكا، كيبقى لكم الاختيار. غادي نخليو داك سنتيم ديال الخياطه ونعاودوا الخياطه على الوجه على بعد سنتيم. شتو كيفاش كيجي الشكل ديالها؟ كيجي باين الكول، كتجي في داك الخياطه معاوده، كيجي الشكل ديالها زوين. صافي دابا ها هو الكول ديالنا واجد، ما بقى لينا غير نركبوه على البياسه. صافي دابا غادي نخليو الكول ديالنا، كنحددو غير المنتصف ديالو وكنخليوه جانبا، وكندوزو البياسه ديالنا باش غادي نقادو داك المرض ديال الازرار، عاد غادي نركبو عليه الكول. صافي غادي ناخذ البياسه ديالنا وكنجيو للمرض ديال الازرار داك 6 سنتيم، كنطراسيوها بهذا الشكل هذا. كنطراسيوها على الطول ديال البياسه باش تجينا مقاده، يعني ما تجيناش عوجه. غادي نتنيو هاد 6 سنتيم على اثنان على الوجه. لاحظوا معايا كنتنيوها بهذا الشكل هذا على الوجه، غير داك 6 سنتيم، وداك نصف سنتيم ديال السوجي كنعاودو نتنيوه بهذا الشكل هذا هانتوما، وغادي نخيطو من الفوق على بعد سنتيم. شوفوا كيفاش كتجي. دابا ملي غادي نقلبوها للداخل غادي تجينا مفينيه، كيشتو غير 6 سنتيم فقط. ها نتوما شوفوا كيفاش جاتنا مفينيه. وهنايا غادي نركبوا الكول، الكول غيركب من هاد الحافه ديال 6 سنتيم ديال الازرار او 3 سنتيم اللي بقات لينا، وكتجي مفينيه. ها نتوما كيشتو من هنا غادي نركبوا الكول ديالنا. صافي دابا غادي نهبطوا بالخياطه، كنجيو بحال هكا، كنتنيو داك نص سنتيم ديال السرجي. كنبقاو غاديين وحنا كنخيطو.
شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها، كتجي مقاده. وبالنسبه لهذا المرض الازرار حتى هو الا كان عندكم التبرهيف من احسن ديروا له لافيزلين، كيجي واقف وكيجي الشكل ديالو زوين. صافي دابا غادي نحددوا المنتصف ديال العنق ديال الخلف بحال هكا، كنحددوه بالمقص. وغادي نجيبوا الكول ديالنا كيف ما كتشوفوا، ها هو المنتصف ديالو. وكنبداو الخياطه من الداخل كيف ما شفتوا، دابا راه حطيت الكول من الداخل وغادي نثبتوه بواحد البانكا. وغادي نمشيو للجهه ديال المرض الازرار بحال هكا، كنحطو على الحافه وكنثبتوها حتى هي. شوفوا الكول كيجي مقاد، يعني ما كيجيش كبير على الدوره ديال العنق اولا، كيجي مقاد. يعني الا ضبطتوا القياسات ديالكم فغادي يجيكم مزيان. كنثبتوه من الجهه الثانيه كذلك باش كتجينا الخياطه مقاده وكيجينا الكول مقاد، ما كيجيناش جهه كبيره على جهه. صافي دابا غنخيط على بعد سنتيم. هنا حاولت نقلب لكم الكاميرا من الجهه الثانيه باش يبان لكم. كنبقاو غاديين بالخياطه حتى كنوصلوا للجهه الثانيه. صافي هنا دابا خيطناه من الداخل كيف ما كتشوفوا، ها هو الكول ديالنا خيطناه من الداخل. وانتم كيشتو شوفوا الخياطه ديال الداخل. دابا غادي نقلبوه على الوجه. علاش كنديروا الطريقه؟ باش الخياطه ديال الوجه تجينا مفينيه. كان 2 سنتيم ديال الخياطه بحال هكا، وكنخيطوا على الحرف ديال الثوب باش ما تجيناش الخياطه باينه. ما كنبعدوش سنتيم اولا نص سنتيم، كنحاولوا نخيطوا على الحرف ديال الثوب. وكنحاولوا نقادوا الكول ديالنا باش ما يجيناش معوج. يعني نتنيو غير سنتيم ديال الخياطه غير القياس، الا تنيتو اكثر فغادي يجيكم معوج الكول. صافي كنساليو الخياطه والكل ديالنا. شوفوا كيفاش كتجي الخياطه من الداخل، وشوفوا على الوجه يعني نقيه ما كاين حتى شي ديفو. وهكا كيجي الشكل ديال الكول ديالنا. كي هنا كيشتو درت لكم الكول شوميز العادي، مازال ان شاء الله شارك معكم الكول شوميز اللي كيتركب مع الكول اوفيسي. كيجي الكول اوفيسي وراكب فوق منه الكول شوميز. يعني قلت ندير لكم فيديو بفيديو باش هكا يعني تفهموه. الا درت لكم الكول شوميز مع الكول اوفيسي بجوج دقه واحده فغادي يجيكم شويه صعيب. اذا هكا كيجي الكول ديالنا. شوف كيفاش كيجي مع المرض الازرار مفيني بطريقه احترافيه وبلا باترون لا حتى شي حاجه. وبالنسبه لبنات الدرس مكتوب والباترون مرسوم، غادي نخلي لكم في الاخر ديال الفيديو، كملوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الشكل ديال الباترون باش تنقلوا عندكم في الدروس. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم ولي جيم ديالكم باش تشجعوني دائما نقدم لكم المزيد. كنبغيكم بزاف بزاف. في امان الله نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.